اكو موضوع صار بينك وبين شخص، اكو تاجر نطاك صونده. لا هذا مو سر، انا حاكي بالاعلام يمكن. هذا قالوا لي عليه. اي هذا واحد عزمنا. شنو موضوع الصونده؟ اي عزمنا فقال انا تاجر. اي ظل يلح يعني كل اسبوع يخابرني، هو يريد الرجل يريد يعزمني يعني. اي فانا سالته قلت له ايش تشتغل حضرتك؟ قال انا تاجر. قلت له ما ليش؟ قال انا المستورد الوحيد للصونده. قلت يعني قلت له صونده هاي مال مي؟ قال لي يعني ايش له علاقه يعني؟ زين يعني تجاره، هي تجاره يعني فعلا، بس انه تروح يهدي لك صونده يعني شو بيها مفارقه. باقه ورد. لا هو اكيد مسوي لنا كان يعني، بس اكيد احنا نوجه له التحيه. الف تحيه له. لا عازمنا كان على وجبه غداء وما قصر، بس زين. هي الهديه شويه ضحك.